سعيدة جداً بوجودي اليوم في هذا الحدث المتميز، بكوني جزء بسيط من هذه المنظومة المتكاملة اللي تشجع وترفع من معنويات وقدرات المرأة الرياضية، ليس فقط في الإمارات بل أيضاً في كل الدول العربية. هذه الجائزة المتميزة التي تألقت اليوم الكثير من فارسات الرياضة بالفوز فيها، وحقيقة سعيدين جدا بالتكريم الذي وصل إلى فارستنا التي تستحقه، سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع، الله يحفظها ويطول في عمرها، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك. بقيادتها الطموحة وضعت الخطة المتكاملة لاستراتيجية متكاملة تدعم فيها رياضة المرأة، تدعم فيها صحة ونمو الطفل، وعيه الأدبي والحسي، وشهادتنا فيها مجروحة في عالم الفروسية. فجاء هذا التكريم، تكريم لكل امرأة إماراتية ولكل امرأة عربية ترى نموذج الطموح أمامها وتعلم أن الشخص الحقيقي الناجح بكل المقاييس هو الذي يصنع النجاح لغيره. في مثل هذه الجوائز نحن نفتح الباب لمئات من فتياتنا اللي يشوفون في دعم أم الإمارات ربي يحفظها ويطول في عمرها منارة أمل لهم في زمن صعب الوصول فيه إلى الأهداف، لكنها تمكنهم، تفتح لهم أبواب التنافس. كل مرة يقارنون نفسهم مع النسخة السابقة ويجدون أنهم أفضل، وبهذا ترتقي الحياة. ونتمنى لهم جميعا التوفيق، نتمنى أن في السنة القادمة تكون المنافسة أشد وأقوى، وكل حد وصل لهذه المنافسة فائز. مجرد الوجود، مجرد التقييم يعني الفوز. خالص التبريكات لخواتنا اللي فازوا بالجوائز، ونتطلع للمنافسات القادمة إن شاء الله.